سهرة التقينا فيها مع الجمهور العظيم، الجمهور ديال مدينة وجدة اللي دائما كيستقبلنا واحد الاستقبال حسن، وعندنا معاه ذكريات طيبة، والحمد لله سهرة كانت موفقة وجميلة جدا وعطات النتيجة ديالها. وتنشكروا جمعية أنقاد للثقافة والفنون والتنمية، كما كنشكروا كذلك مندوب الثقافة اللي حقيقة جزاه الله بخير لدعم هاد التظاهرة وهاد السهرة الجميلة. إذن بسم الله والصلاة على رسول الله، ومرحبا بكم في هذا المكان الفسيح. أستاذ فنان كبير سيدي محمد الغاوي، تفضل عليكم. فيما كنجي هنا ديما كنحس بشي شعور غريب، والله أنا كنت سارة في مدينة سارة، كنحس بأنني في مدينتي، ناس طيبين، مضيافي، كرماء، الله يخليكم دائماً. الله 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 الله.
تحية طيبة مباركة. أنا في الحقيقة من كان جي المدينة وجدة بحال جاي للدار، كانت براسي مع خوتي وهلي وحبابي، لأنني عندي ذكريات جميلة في هذه المدينة. أتمنى دائما أن نكون في مدينة وجدة وأن تكون سهراتنا دائما فيها موفقة وعظيمة إن شاء الله.